لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة هلا معمو ضمن سلسلة برنامج التعليم عن بعد المؤقت مادة اللغة الإنجليزية الصف الروضة الثانية في تاريخ 27 من كانون الثاني في عام 2021. بسم الله نبدأ. So let's start our lesson. خلونا نبلش درسنا. اليوم بدنا ناخد لاتر جديد اسمه لاتر اي. لاتر اي، بس اول شيء خلينا نعمل ريفيو لللاترز اللي اخذناهم. بدنا نعمل مراجعه لللاترز اللي اخذناهم. طيب تذكرنا هذا اللاتر شو اسمه؟ طيب كابيتال اي سمول اي. تذكرنا الكابيتال اي سمول اي. طيب تذكرنا الكلمات الوردز يلي اولها اي. ابل ابل اند ابل اند. ذكرنا لتر اي. طيب مين اللتر اللي بعد الاي؟ اكسلنت، لتر بي. لتر بي كابيتال بي سمول بي. طيب خلينا نتذكر هلا الوردز اللي اولهم بي. لكو شو طلع عنا؟ بالون. بالون شو لونه؟ ريد. يا شو اسمه؟ بالون. طيب هون البكتشر شو اسمها؟ هاي بنانا. بدنا نلاحظ شو اول الكلمه؟ لكو شو لونها؟ ريد. اول حرف ب بنانا بالون. طيب مين اللتر اللي بعد البي؟ يلا قولوا هون ورا بعضهم. اي بي. مين عندنا هون؟ سي. اكسلنت، كابيتال سي سمول سي. طيب خلينا نتذكر الوردز الكلمات اللي اولها سي. لكم شو عندنا؟ الكات. تذكرنا الكات شو اولها؟ سي. ك كات. ك كار. شو صوته؟ مع انه هون السي سرق صوت الكي، شو صار صوته؟ ك ك كات. ك ك كار. طيب مين اللي بعد السي؟ دي. اكسلنت، اي بي سي دي. كابيتال دي سمول دي. هنتذكر الوردز يلي اولها دي. د د دوغ. تذكرنا الدوغ؟ ليكو شو اولها؟ دي دوغ. د دور. دوغ دور. معناتها تذكرنا الاي بي سي دي. طيب هلا بدنا ناخذ اليوم بدنا نتعرف على اللتر الجديد اللي قلت لكم اسمه اول الفيديو. شو اسمه؟ اي. لتر اي. يلا ليكو لتر اي شو حلو؟ شايفين هذا اسمه اي. ليكو شلون عم يقول لنا هلو؟ يلا قولوا له سي هلو تو لتر اي. هلو لتر اي. شايفين شو حلو هاللتر اي؟ طيب نحن ما قلنا انه كل لتر بيكون عنده اخ صغير. هون مين اخوه لللتر اي؟ هذاك الكابيتال. هذا اخوه سمول. شايفين شو صغير؟ اسمه سمول اي. هلا بدي طالع لكم اياهم مع بعضهم وهن عم يقولوا لكم هلو. يلا قولوا لهم هلو كابيتال اي. هلو سمول اي. كابيتال اي سمول اي. شايفين شو حلوين عم يقولوا لنا هلو؟ ليكو هلا اخذنا لهذا الكابيتال اي. بس ليش يا مس حاطتينا حدا فيل؟ طيب ليه؟ معناتها كلمة الفيل يلي بدنا ناخدها بالانجلش اولها اي. تعالوا نشوفها. elephant elephant elephant. شايفين شو اولها؟ اي. elephant elephant. شايفين معناتها ما عاد بنقول هذا اسمه فيل؟ نو، لانه تعرفنا شو اسمه بالانجلش. elephant elephant. excellent. هاي اول وورد عنا اياها بالاي. طيب خلينا نشوف
يا مس، ليش حاطين هوني بيضة؟ ليه؟ طيب خلينا نشوف ليه. لأنه كلمة البيضة بالإنجليش أولها إي. طيب خلينا نشوف شلون بدنا نقراها. إي إج إج، شو اسمها؟ إج إج. إكسلنت، معناتها هلا صرنا حافظين كلمتين، تو ووردز، كلمتين أولهم حرف الإي، إليفانت وإج. هلا بدي أعلمكم شلون بنكتب الكابيتال إي والسمول إي. يلا انتبهوا منيح شلون بدهم يكتبوا لنا الكابيتال إي. ليكوا شلون قالوا لنا هلو. يلا طلعوا شلون بده ينكتب الكابيتال، كابيتال إي. شو عملنا أول شيء؟ طلع فيرتيكال لاين. تذكرنا الفيرتيكال لاين شلون بيكون واقف؟ طيب شو بعد الفيرتيكال لاين بدنا نحط؟ هوريزونتال لاين، هوريزونتال لاين، هوريزونتال لاين. بدنا نعمل 3 هوريزونتال لاين. طيب خلينا نشوف. يا الله ليكو شو حلو هالسمول اي. شايفين شلون عملناه؟ سيركل صغيره وعملنا له هيك، نزلناه على السطر. شفنا شلون كتبنا الكابيتال اي والسمول اي؟ ما بدنا نخربط. كابيتال اي سمول اي. اكسلنت، هذا كان درسنا لليوم. هلا في عنا هوم وورك. طيب شو يعني هوم وورك؟ عنا وظيفه للبيت. شو هي؟ رايت لتر اي، كابيتال اي وسمول اي. انا علمتكم شلون بنكتبه، بس رح رد اكتب لكم اياه على اللوح مشان تكتبوه على الدفتر. شو شلون تعلمنا؟ فيرتيكال لاين، فيرتيكال لاين، هوريزونتال لاين، هوريزونتال لاين، هوريزونتال لاين. ما بننسى بنعمل 3 هوريزونتال لاين، فيرتيكال لاين، هوريزونتال لاين، هوريزونتال لاين، هوريزونتال لاين. هلا مع ان الكابيتال على طول بيكون بين السطرين هدول البعاد عن بعضهم، طيب والسمول؟ سمول على طول بيكون بهدول اللي حط بعضهم. طيب شلون بدنا نعملهم؟ سيركل، بنعمل سيركل صغيره وبننزلها هيك على السطر. ما بنطلع برات اللاين، ما بنطلع برات اللاين. طيب that was our lesson for today. Thank you very much.